اخي ابو حمزه، شو بتحب توصي للاخوه اذا استشهدت انت، اذا صار لك اي شيء؟ شو وصيتك؟ وصيتنا انه يتابعوا الدال، نعم، ويسامحونا اذا علينا شيء، نعم، والباقي الوصايا اللي بتخصني انا موصيك اياها. هلا انا بعرف وصيه وصيتين الك عندي، نفذ لك هون اذا الله راد، اذا الله راد وكتب لي عمر. يعني انا بوصيهم انه يواصلوا الدرب لحتى المطر اياهم والتخازل او التراجع. هلا قدمنا كثير، في ناس قدمت دمها، ما لازم نحن عاد نتهاون بهذا الشيء. اي والله، اي والله، الله يقويك يا اخي ابو حمزه. الله يحميك يا اخي ابو حمزه، الله يحميك. انت عم تقدم كثير لهالبلد ولاهل حرستها، وبتمنى انه اهالي حرستها كلياتهم بيطلع بايدنا في ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا رب. شو 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 الكلمه اللي بتحب توجهها للناس القاعده ببيوتها وما عم تساوي شيء وبس هي بدها تنتقد وتوزع يعني نصائح؟ قصدك انت للفيلق تبع المنظرين؟ نعم فيلق المنظرين. فيلق المنظرين اخي هاي عادة أو قافة ما رح نخلص منها يعني. بس بتمنى من الفيلق المنظرين أحسن ما عم ينظروا علينا، يقوموا لو بعمل بسيط بس يفيد، مساعدة بأي شغلة يعني تفيد هالبشر. بلا هذا الحكي، هذا الحكي نحن اللي جايبنا ورا، ومحبتنا لبعض هي اللي دائما رح تكون النقطة، الخط الفاصل بيننا وبين نصرنا. بس نكون نحب بعض ونعامل بعض كأخوات، نحن دائما رح ننتصر بإذن الله إن شاء الله تعالى. ليش عندي إحساس إنه أنت بدك تستشهد بهاليومين أخي أبو حمزة؟ والله ما بعرف، تسأل نفسك هذا الموضوع. أنا إذا استشهدت ولا ما استشهدت كلياتنا رح نعمل مشروع شهادة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. إمتى الله كتب لي عمر؟ لا قديش امتى المياه تبعاتي بفصوا من هالدنيا؟ يعني شفت قديش رب العالمين نجانا من غارات ومن قناصين ومن 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 الاجل تبعنا من الرحله ان شاء الله باذن الله. لا احد يفكر يهرب من قضاء، اذا بيروح على اخر الدنيا. الناس اللي سافرت وتركت البلد انا ما بلومها، بس يعني لا احد يفكر انه يهرب من قضاء. قضى رب العالمين واقع لا محال، مياتك خلصوا اليوم يعني اليوم، انت اتخذت بالاسباب خذ بالاسباب. باذن الله نحن عم نحتاط وناخذ بالاسباب، وان شاء الله ان شاء الله خير للجميع يا رب. ان شاء الله بصير خير يا رب. كان معكم اخوكم ابو حمزه انس البطش، يعني سدد الله الرمي ووفقه لما فيه خير هذه البلاد يا رب العالمين. ونسأل الله له ولكافة أمة سيدنا محمد التوفيق، ولنا ولأمة سيدنا محمد أجمعين. آمين آمين آمين. مصوركم أبو حمزة، الله أكبر. أمانة سامحونا إذا استشهدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبكيك ودمع العين لهيب، فالفقد غال والفراق صعيب. وداعا أيها البطل، بفقدك تدمع المقل. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نستودعه بين يديك يا رب، وإنا نشهده عليك يا الله، وإننا نشهدك عليه يا الله، بأنه كان طائعا محبا للناس يا الله. نشهدك يا الله بأنه كان صائما تائبا يا الله. يا رب يا رب فتقبله من الأحباب يا رب، يا رب تقبله من الأحباب يا رب، في أعلى درجات الجنة يا رب. اللهم تقبله في الدرجات العلى يا رب، بجانب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب.